طيب نعود إلى المتن. يقول ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه يعني بعد أن استتم قائما. وهذه مسألة كثيرة الوقوع, كثيرة الوقوع, كثيرة الحصول. يأتي مثلا الإمام ينسى فيقوم من السجود في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة مباشرة وينسى التشهد الأول, فيسبح له الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيجلس, وهذا خطأ كما تعرفون, وهذا خطأ لأنه ينبغي له إذا قد وصل إلى القيام أن لا يعود, لأنه تلبس تلبس بركن ولا يترك ركنا يخل بركن من أجل أن يحصل سنة. قال ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه, فإن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت, أي بطلت صلاته. لكن متى تبطل؟ بهذين القيدين, أن يعود عالما بالحكم عامدا, عالما عامدا, عالما بتحريم العود عامدا أي ليس ناسيا. فلو عاد ناسيا, لو عاد ناسيا أو عاد جاهلا لا يعلم أن العودة محرم, فإنه لا تبطل صلاته. وهذا وللأسف الشديد حال معظم الأئمة, أنهم جاهلون بأحكام الصلاة, جاهلون بأحكام الصلاة, ويسجد للسهو, ويسجد للسهو أي بتركه للتشهد الأول.